guten Abend. مساء الخير. اسمي بنت شيلر. أنا أدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة هنريش بول، ويسعدني كثيراً أن نقدم هذا البرنامج الذي كنا نعد له لفترة طويلة. الآن بعد بيروت سوف نقدم هذا المشروع للجمهور الألماني. أرحب بكم باختصار شديد وأشير إلى بعض الأمور الفنية فقط. عندما تتحدثون اللغة العربية فعليكم بأخذ السماعات للترجمة، ولكن من لا يجيد اللغة العربية أيضا عليه أن يستمع للترجمة، لأنه في النهاية ستكون هناك تحية من مصور الكتاب وسوف نستمع إلى ترجمة هذه الكلمة. إذن أولا الكلمة من باربرا بيوسيك. نعم، من جهتي أنا أيضا أهلا وسهلا بكم باسم هينريش بول لافتتاح معرض سلامات من إدلب. يسعدني كثيرا أن وجدتم الطريق إلى هنا. أنا أعرف أن هناك أمسية أخرى عن سوريا بنفس التوقيت في برلين الآن، ولكن أعتقد أننا سوف نقدم لكم مشروع مميز، وهو صور تيم السيوفي. هو مشروع متميز ورائع نقدمه للجمهور، وأرجوكم أن تنشروا الخبر عن هذا المعرض الذي سوف يعرض إلى شهر ديسمبر. الصور تعبر عن الأمل وسط الحرب والمأساة والحزن، وهذه الصور تذكرنا في نفس الوقت أن الحرب لم تنتهي بل تستمر في سوريا يوما عن يوم، ونحن تذكرنا ذلك مجددا عندما اجتاحت تركيا شمال شرق سوريا، وبالتالي نعرف بأن الحرب في سوريا لم تنتهي بعد. أكثر من 180 ألف شخص تم تهجيرهم في سياق الهجوم التركي في شمال شرق سوريا، والهدنة المتفق عليها بين تركيا وروسيا هشة، وهي لا تمنح السلام للمنطقة أبدا. أينما ننظر في سوريا إن مصير اللاجئين الأكراد والعرب الذين يريد الرئيس التركي أردوغان إلى شمال شرق سوريا يقلقنا كثيرا، ولكن بالرغم من التطورات في شمال شرق سوريا يجب أن لا ننسى بأن الحرب مستمرة أيضا في شمال غرب سوريا. ففي ظل الغزوة التركية ضد الأكراد عزز النظام السوري هجوماته اليومية في إدلب مرة أخرى. ففي منطقة إدلب يعيش ما بين 2 إلى 3 مليون من البشر، نصفهم مهجرين من أجزاء أخرى في سوريا، أحدهم تيم السيوفي المصور الشاب الذي نعرض صوره اليوم وفي الأسابيع القادمة. تيم كان عمره 18 سنة عندما بدأت الحرب، فعاش تحت الحصار القاسي لمدة 5 سنوات في الغوطة الشرقية، وعندما استعاد النظام السيطرة على الغوطة الشرقية في عام 2017 تم ترحيل تيم إلى إدلب. وزملاؤنا في مكتبنا في بيروت اتصلوا مع تيم، خاصة في الأيام الأخيرة للغوطة، عندما طلب منهم أن يعملوا من أجل وقف القصف.
ولكن لم تنجح المحاولات. فشاركنا تيم خوفه وتأملنا أنه سوف ينجو ويعيش وأن يصل إلى إدلب. سألناه هل تستطيع أن توثق لنا الحياة في إدلب؟ لم يكن لدينا أي تصور كيف الأمور هناك في إدلب وكيف يعيش المدنيون في إدلب. وبعد أقل من أسبوعين أرسل تيم لنا صور لم نرى مثلها من سوريا منذ زمن طويل، صور مليئة بالحياة والألوان، وهي صور تعرض ناس يفعلون ويعيشون حياة يومية، يزرعون الأرض، يتحركون في العراء، يشترون من الأسواق ويبيعون البضائع، وهناك أطفال يذهبون للمدارس أو يلعبون. أردنا أن نعرف من هم الناس في الصور، فتيم دون حياتهم لنا، ولكن بعد ذلك سرق منه الإسلامويون حاسوبه ودمروا مجهزاته. في النهاية فهو سجل لنا بصوته النصوص، والكاتب والمغني مغني الراب السوري هاني السواح سجلها باللغة العربية ونادين العلي ترجمها إلى الإنجليزي وكونتر أورت ترجمها من العربي إلى الألماني. ونشكر جميع من شاركوا على هذه المساعدة. بالنسبة لتيم كان ذلك أكثر من مجرد مشروع، بل هذا المشروع أنقذ حياته. يقول في كل هذه الفترة كنت سابقا أوثق الموت والدمار فقط، وكانت هذه المرة الأولى التي طلب مني فيها أحدهم أن أوثق الحياة. الكثير من الناس في الصور خبروا أشياء كئيبة ورهيبة، وهناك ظلال سوداء من الماضي. الكثير من الناس لم يصلوا قط إلى إدلب، مثلا هاتين البنتين اللواتي كانوا في الغوطة، وعندما طلعوا إلى الشارع إلى ضوء الشمس لأول مرة قتلوا، دفعوا حياتهما ثمنا لأنهم خرجوا لمدة قصيرة إلى الخارج. بعض الذين وصلوا إلى إدلب لم يتحملوا مصيرهم وعادوا إلى الغوطة، ولكن لم يصلوا إلى أهاليهم أبدا. عندما اشتدت الأوضاع في إدلب وسيطرت هيئة تحرير الشام على كل مفاصل الحياة، وعندما بدأ السلاح الجو السوري والروسي بقصف المنطقة بشكل كامل بالرغم من ما يسمى منطقة خفض التصعيد، عندها حاول تيم الهروب، ولكن تركيا أغلقت حدودها والجنود الأتراك يطلقون النار على من يحاول الهرب. فقط قبل بضعة أيام نجح تيم وزوجته أن يهربوا إلى تركيا، ولكن إقامتهما غير مؤكدة وغير آمنة في تركيا. لذلك لا يستطيع تيم أن يكون بيننا اليوم، ولكنني متأكدة أننا نشعر بقربه عن طريق صوره وعن طريق رسالته التي سوف نسمعها في نهاية هذه الأمسية. كتاب سلامات من إدلب، بهذا الكتاب ينقل إلينا تيم
طريقة حياة مليئة بالخوف والتهديد. في نهاية المعرض، في نهاية الممر، وضعنا قماش كبير، وإن كان أحدكم أو كلكم تريدون أن تكتبوا رسالة التضامن لتيم، فعليكم أن تكتبوا هذه الرسالة على القماش، وسوف نرسل القماش لتيم. تيم قال في أيام القصف على الغوطة: نحن نعرف بأن المعجزة فقط تستطيع أن تنقذنا، ولكن عندما نحن لا نفقد الأمل فلا يجب أن تفقدوا الأمل أنتم أيضا. نحن كمؤسسة هاينريش بول نفعل ما بوسعنا من أجل لا يفرد المجرمين في سوريا من العقاب، ونحن نتعاون مع Adopt a Revolution و ECCHR، نعمل من أجل يتم الاستماع إلى الأصوات السورية هنا، وأن يتم محاكمة مجرمي الحرب السوريين في ألمانيا أيضا. التضامن مع الناجين والضحايا هو أقل ما علينا أن نفعله، خاصة في وقت بحيث منظرو المؤامرات والشعبويون عالميا يعملون على تهديد الناجين واللاجئين، ويريدون أن يحرمهم من كرامتهم، يتهكمون بشهود العيان والناجين ويتشككون بمعاناتهم. قد لا نستطيع أن نعرف كل شيء، ولكن ليس هناك عذر لتجاهل ما الذي يحصل من جرائم حرب وجرائم ضد البشرية. أود أن أشكر تيم السيوفي وهاني السواح، وهم أصحاب هذا الكتاب من قلبي، وأود أن أشكر جميع من شاركوا في إعداد هذا المشروع. أود أن أذكر أنتونيا نورت بشكل خاص، لأنها كانت مديرة قسم الشرق الأوسط في هاينريش بول ستيفتونغ، وأنت عملت على تخصيص الموارد المالية لهذا المشروع. وأود أن أشكر أيضا فريق العمل في مكتب بيروت، لقد ذكرت نادين العلي وروعة عرقجي وألين جميل، هؤلاء ترجموا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، وذكرت جونتر أود أيضا الذي ترجم الكتاب إلى الألمانية ونشكره أيضا. وهنا في برلين أود أن أشكر بيرجيت أنهولت وليزا كويتسر وأنيت مينيل، وبشكل خاص بالطبع أشكر بنت شيلر. أنت كنت مديرة مكتب بيروت لهاينريش بول في بيروت، ولك الفضل أن نقيم هذا المشروع هنا في ألمانيا في إطار مؤسسة هاينريش بول، من أجل لا ينسى ما الذي يحدث في سوريا. وهذه مهمة هذه المؤسسة، يجب أن نخبر ما هناك ونتحدث عما يدور في سوريا، بالرغم من نسيان الكثير من وسائل الإعلام لهذه القضية الكبيرة والمعقدة. بنت شيلر سوف تدير الأمسية، ولكن الآن يسعدني أن أقدم إليكم الممثل السوري أنيس حمدون، وهو من حمص، وحمص كانت رمزا للثورة ضد النظام الظالم في سوريا، والممثلة مايكي دروستي. فتفضل إلى المنصة، سوف يقرأان بعض النصوص من الكتاب. أتمنى لكم بالرغم من جدية الموضوع أمسية
طيبة في إطار هذا المعرض. فرسالة تيم هي أنه وسط الدمار والحرب هناك أيضا أمل وفرحة. لا تنسوا ذلك، وأشكركم حسن المتابعة. إلى اللقاء. Guten Abend. Viele Grüße eigentlich von يسلم عليكم تيم. أنا اتصلت معه قبل قليل، قال ابعث لي فيديوهات، وأنا هاني السواح أيضا أعرفه جيدا. كنا نقدم عروض مسرحية في عام 2009 أو 10 في دمشق. لي بساتينها لأول مرة بعد خروجها إلى إدلب عندما هاجم النظام قريتها. قطف الزيتون هو الثابت الوحيد في حياة أم علي، لذا تعود إلى أرضها كلما خرجت برهة لتحتمي من القصف. Umland von Aleppo, Dorf Al-Mahaba, Sommer 2018. Um Ali besucht zum ersten Mal seit ihrer Evakuierung nach Idlib ihre Gärten. Das Olivenpflücken ist die einzige Konstante in ihrem Leben. Immer wenn ihr Dorf bombardiert wird, kommt sie hierher. يعرفون الحزن هم أيضا. ريف حلب، بحيرة ميدانكي، صيف عام 2018، عيد الفطر. يلعب أبو شاكر وأولاده الثلاثة في الماء. هذا عيدهم الأول دون حرب منذ 7 سنوات. خرجوا ليروا كيف هي الحياة خارج الحصار. هذه الساعات القليلة كانت عمرا بأكمله. سبحنا جميعا كالأطفال وتبادلنا التقاط الصور من هواتفنا الذكية. تلك كانت أول محاولة ناجحة للتغلب ولو قليلا على الحزن الذي يتملكنا. هذا شاكر، عمره 12 سنة. لم يعرف الحياة خارج الحصار إلا في إدلب، ولم يعرف قبل اليوم إلى أي شيء يرمز اسم بحيرة. بحر صغير حلو كشاكر. Auch Sie kennen Traurigkeit. Umland von Aleppo, Midanki-Stausee, Sommer 2018, Fest des Fastenbrechens. Abu Shaka und seine drei Kinder planschen im Wasser. Es ist das erste Fest zum Ende des Ramadans seit 7 Jahren, das sie ohne Krieg erleben. Sie sind draußen und genießen ein Leben ohne Belagerung. Es waren nur ein paar Stunden, aber sie waren so viel wert wie ein ganzes Leben. Wir angelten, spielten Fangen und schwammen wie Kinder und fotografierten uns gegenseitig mit unseren Handys. Es war der erste erfolgreiche Versuch, unserer ständigen Bedrücktheit zu entkommen. Shaka, der Sohn von Abu Shaka, ist 12 Jahre alt. Er kannte nur das Leben im belagerten Ruta und wusste bisher nicht, wie ein See aussieht. Das ist ja ein kleines Meer. Es ist so schön wie Shaka. لن نخرج اليوم من مدننا. الغوطة، دوما، بناء الجامع الكبير، شتاء 2017-2018. هنا دخلت الأمم المتحدة إلى دوما بعد أن استهدف النظام المدينة بالسلاح الكيميائي. تجمعنا في قاعة المسجد الكبير المدمرة، المكان الذي خرجت منه أول مظاهرة في دوما، وكانت مطالبنا بسيطة: إيقاف القصف وإدخال الخبز وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية. شاهد المراقبون بأم أعينهم الضحايا وبقايا القذائف. شاهدوا الدمار والطيارات التي تحوم جيئة وذهابا لتقصف مدينة حرستا، ولم يحركوا ساكنا. حتى المساعدات القليلة التي أدخلوها قصفها الطيران الروسي بعد خروج الوفد بقليل.
الأمم المتحدة بأكملها لم تستطع تقديم الطعام أو الحليب أو الأدوية للناس التي تموت خنقا تحت الحصار بأسلحة محرمة دوليا. Wir gehen hier nicht weg. Ruta, Duma, Große Moschee, Winter 2017-2018. Nach dem Giftgasbeschuss durch das Regime kam ein Team der Vereinten Nationen zu Besuch. Wir versammelten uns im Hof der Moschee, wo die Menschen in Duma 7 Jahre zuvor zum ersten Mal zu einer Demonstration zusammengekommen waren. Wir hatten sehr bescheidene Forderungen. Ein Ende der Bombardements und die Lieferung von Brot, Babymilch und medizinischen Hilfsgütern. Die Beobachter sahen mit eigenen Augen die Opfer und die Granatenreste. Sie sahen die Zerstörungen und die Flugzeuge, die gerade Harastar bombardierten, und taten nichts. Und die wenigen Hilfsgüter, die sie mitgebracht hatten, bombardierte Russland kurz nachdem die Delegation weg war. أطفال الغوطة في إدلب، أطفال الغوطة في الغوطة. دوما أمام أحد الملاجئ. شتاء عام 2017-2018. لم يحالف بعض الأطفال الحظ في الخروج من الغوطة. تغمض الأختان أعينهما لضوء الشمس بعد أسابيع من الاختباء تحت الأرض. بعد 4 أيام من هذه الصورة، ماتت سارة وأختها الصغيرة تحت القصف. Kinder der Ruta in Idlib und in der Ruta. Duma vor einem Bunker, Winter 2017-2018. Nicht alle Kinder hatten das Glück, die Ruta zu verlassen. Nachdem sie wochenlang in der Dunkelheit haben ausharren müssen, blinzeln Sarah und ihre kleine Schwester, als sie das erste Mal wieder im Sonnenlicht stehen. 4 Tage nach dieser Aufnahme starben die beiden Schwestern bei einem Luftangriff. كحلم لم يكتمل. دوما النقطة 200 خريف عام 2015. بشتغل ببسطة لأمن أكل لأمي وإخواتي الصغار. وأحلامي بحب الألعاب، بكره الطيارة، بحب المدرسة. هكذا قال لي قبل أن أجد جثته في النقطة 200. النقطة 200 كانت روضة للأطفال سابقا، أما الآن بعد الحصار أصبحت النقطة التي تجمع فيها الجثث قبل دفنها. Ein nicht zu Ende geträumter Traum. Duma, Punkt 200, Herbst 2015. Ich betreibe diesen Stand, um meiner Mutter und meinen Geschwistern etwas zu essen kaufen zu können. Wovon ich träume? Vom Spielen und von der Schule. Alles, nur keine Flugzeuge, sagte er zu mir. Er träumte davon, einen einzigen Tag frei zu haben und nur zu spielen. Später sah ich seine Leiche in Punkt 200 aufgebahrt. Punkt 200 war ein Kindergarten, bis man dort während der Belagerung Leichen ablud, bevor man sie bestattete. كان الحطب أثمن من الذهب في الغوطة. الغوطة دوما شارع القوتلي. شتاء عام 2017-2018. أستحضر في خيالي صور الأطفال في دوما يجمعون بقايا الصنوبر العجوز الذي لم ينجو هو الآخر من قصف سلاح الجو الروسي. على الرغم من حاجتنا إلى الدفء لم نجرؤ على المساس بشجرة عمرها أكثر من 100 عام، لا لأننا نحترم عمرها فقط، فهذه الشجرة كانت الساترة الوحيدة بيننا وبين القناصة المتمركزين في منطقة يسيطر عليها النظام في نهاية شارع القوتلي قرب البلدية. أي يا سنوبر إلك الله. Das klingt viel schöner auf Arabisch, finde ich. Ich kann leider nur Deutsch. Brennholz war in der Ruta mehr wert als Gold. Ruta Duma Kuatli Straße,
Winter 2017-2018. Ich rufe mir die Kinder in Douma in Erinnerung, wie sie die Überreste einer Pinie aufsammelten, die den Bomben der russischen Luftwaffe zum Opfer gefallen war. So kalt uns auch war, diesen über 100-jährigen Baum hatten wir nicht anzutasten gewagt. Nicht nur wegen seines Alters, sondern auch, weil die Pinie das einzige war, das uns vor den Scharfschützen des Regimes am Ende der Straße geschützt hatte. محمود الصورة التي لم أردها يوما الغوطة دوما بناء الجامع الكبير شتاء عام 2015 شارع الجلاء في دوما جمعتني به الصدفة كنت أجول شوارع دوما مع كاميرتي عندما طلب مني صورة شخصية ليضعها على حسابه في فيسبوك ويرسلها إلى والدته المقيمة خارج سوريا ليخبرها أنه بخير ولا يزال شأفة واحدة اقترحت المسجد الكبير في دوما وطلبت منه أن يقف على الجهة المقابلة لجدار المسجد الخارجي ووقفت لألتقط صورته من النافذة هل أنت جاهز يا محمود؟ نظرت إلى الكاميرا لأضبط العدسة ثم هوت السماء فوقنا ضوي الانفجار صمني تماما لا أسمع لا أرى الدخان والغبار يملأان الهواء أطلب من جسدي أن يتحرك بلا فائدة كان ثقل الصدمة أكبر من الزجاج والخشب وكتب الدين المكدسة فوقي لا أذكر تماما ما حدث فكل ما أريده أن أستجمع قواي لأقف وأبحث عن محمود كيف سيسمعني أنادي اسمه بين مئات الأصوات التي تطلب المساعدة تحت الركام؟ انقشع الغبار قليلا رأيته بعيد أمتار قليلة عن مكان الصورة المفترضة جسد ممزق بلا حياة هل كنت السبب في موته؟ كان يمكن لأي تلة قبيحة أن تكون مكانا جيدا للتصوير هل ستهتم أمه للمكان الذي يقف فيه عندما ترى الحياة تلمع في عيني ولدها؟ حمل أصحاب الخوذ البيضاء جسد محمود أكثر صورة مؤلمة التقطتها في حياتي ماذا لو تأخر الطيار قليلا؟ ماذا لو مرضت ابنته يومها واستطعت تصويره قبل أن يرمي أبوها القذيفة فوق الجامع الكبير؟ أمنيته الأخيرة قبل أن يموت صورة أنا لست بخير أحاول أن أعيش أن أشعر كأي شاب في البلاد التي لا حروب فيها أنا لست بخير فقدت الكثير من الأشياء التي أحبها وكسبت الكثير من الصور Eine Aufnahme, von der ich wünschte, sie nie gemacht zu haben. Ruta, Duma, Große Moschee, Winter 2015, Jala, Straße in Duma. Ich war ihm zufällig begegnet. Ich lief mit meiner Kamera durch die Stadt und er bat mich um ein Porträt, das er als Profilbild auf Facebook nutzen und seiner Mutter schicken könnte, damit sie sah, dass er noch in einem Stück war. Ich schlug ihm als Ort für die Aufnahme die große Moschee vor und bat ihn, sich gegenüber der Moscheemauer hinzustellen. Ich wollte ihn durch ein Fenster fotografieren. »Bist du bereit, Mahmoud?«, fragte ich und stellte das Objektiv ein. Dann fiel der Himmel auf uns herab. Die Explosion war ohrenbetäubend und ich hörte und sah nichts mehr. Überall war nur noch Rauch und Staub. Ich wollte, dass mein Körper sich bewegt, aber es ging nicht. Der Schock wog schwerer als das Glas, das Holz und die Gebetsbücher, die auf mir lagen. Ich wollte meine Kräfte sammeln und Mahmoud suchen, aber wie sollte er mich hören unter den hunderten Stimmen, die aus den Trümmern um Hilfe riefen? Als sich der Staub legte, sah ich ihn einige Meter von der Stelle entfernt, wo er posiert hatte. Sein Körper war zerfetzt und leblos. War ich schuld an seinem Tod? Warum hatte ich ihn hier posieren lassen?
Ich hätte ihn ja auch auf irgendeinem Schutthügel fotografieren können. Es wäre seiner Mutter doch egal gewesen, wo er steht. Hauptsache, sie hätte den Glanz des Lebens in seinen Augen gesehen. Wie die Weißhelme Mahmuds Leiche wegtragen, war das traurigste Foto, das ich je gemacht habe. Wenn der Kampfpilot doch etwas später gekommen wäre oder seine Tochter an jenem Tag krank geworden wäre, dann hätte ich Mahmud noch fotografieren können, bevor ihr Vater seine Bombe auf die große Moschee abgeworfen hätte. Ein Foto war Mahmuds letzter Wunsch gewesen. Ein Foto. Mir geht es nicht gut. Ich versuche zu leben und zu fühlen, wie jeder junge Mann in einem Land ohne Krieg. Mir geht es nicht gut. Ich habe so viel verloren, was ich geliebt habe. Bekommen habe ich dafür lediglich viele Bilder. شكرا جزيلا مايكي دروس وأنيس حمدون. أنا قرأت هذه القصص مرة بعد مرة، ولكن كل مرة أتأثر. على كل حال نتنفس قليلا ونستمع إلى رسالة تيم. بالطبع يمكنكم الآن بعد زيارة المعرض أيضا العثور على كتالوج المعرض، ولكن جميع النصوص والصور في هذا البروشور الصغير أيضا، فهذا الكتاب موجود كPDF أونلاين وأيضا ككتاب مطبوع، فيمكنكم أخذ نسخة من الكتاب. والآن رسالة تيم. مرحبا، أنا المصور والمخرج تيم السيوفي. كنت بتمنى أكون موجود معكم ببرلين، لكن مع الأسف يعني ما قدرت أني جهز الأوراق المطلوبة باعتبار لي فترة قصيرة طالع من سوريا. كتاب سلامات من إدلب يعني لي كتير صراحة، وبعتبره من أهم الأشياء الحلوة اللي عملتها بحياتي، بغض النظر عن صور المؤلمة اللي موجودة ضمن هذا الكتاب. في قصص مؤلمة أيضا، في قصص حلوة، لكن الشيء اللي كان مميز أنا بعتبره والناس يلي قرأوا الكتاب يعني حسوا فيه، يلي هو أنه نقل الواقع بطريقة مختلفة. يعني أنا ما عم روح صور حدث مثل ما عم تنقل كانت وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وسائل التواصل عن موضوع حدث وقصف، أكثر ما عم حاول أني فوت لبين الناس، يعني صور بين السطور القصص اليومية اللي بتصير معهم، القصص يلي بعتقد أنه ما نزلت على الإعلام قبل. فهذا صراحة بعتبره إنجاز. الإنجاز الثاني هو ترجمة الكتاب لأربع لغات لحتى يوصل للعالم الخارجي أكثر، كمان أيضا هذا بعتبره كمان إنجاز كتير كبير بالتعاون مع الأصدقاء يلي اشتغلوا على موضوع إنتاج الكتاب. بتمنى بالمستقبل أني طلع صور أكثر من الأرشيف يلي عندي وقدر وصلهم بهيدي الطريقة يلي صار فيها كتاب سلامات من إدلب، لتوصل للعالم أكثر وما تبقى الصور حبيسة الأرشيف. بعتقد أنه هيك نوع من العمل بيوصل صوت الناس بطريقة مبسطة جدا، بتدخل لكل حدا إن كان بالخارج أو بالداخل. الناس برا بتعرف شو كان عم يصير فينا جوا بطريقة مختلفة، يعني بتشوف الجانب الآخر من الحرب يلي كنا عم نعيشه خلال السنوات التسعة الماضية. طبعا لما بقول حرب أنا ما بقصد أنه حرب بشكل عام، لكن هي حرب علينا نحن كمدنيين كنا عم نعيش بالداخل، هي حرب علينا بالحقيقة، يعني حرب حقيقية كنا عم نعيشها. بتمنى بالمستقبل أنه الكتاب يشارك أكثر بمعارض، بتمنى أنه أقدر أطلع الصور من الأرشيف يلي عندي وانشرها بطريقة حلوة، يعني أقدر أني وصل الأمانة هي اللي بعتبر حالي أنه حملوني إياها الناس يلي أنا صورتهم لحتى وصلها للعالم الخارجي. كل شي صور عندي هي دين بعتبرها برقبتي لحتى أقدر وصلها لمكانها، شوف العالم كله شو كان عم بيصير فينا. شكرا كتير لكم.
إذن هذا هو الافتتاح. الآن تفضلوا بمشاهدة الصور. الصور تبدأ بالحاضر بإدلب هنا وتعود إلى الماضي، وفي النهاية هناك القماش الكبير الذي يمكن كتابة رسالة تضامن عليه، وبعد ذلك لديكم استقبال في أسفل القاعة. شكرا جزيلا.